يعني هاد السيد هذا في المثل دابا مناش غيعيش مناش لا دغوا دي التور شحال كاع كتجي يلاه واحد شويه باش يعيش. نشكركم بزاف نشكركم بزاف جميع المغاربه من الملك حتى المغرب من الشعب الكبير حتى الصغير نشكركم بزاف عفهم وفرجوا عندهم ما في راه من 71 من 71 تبارك الله وشدد لنا تماما جد ما تمثل انا راه بزيم ما بزيش على هب بزيم ما معافظ الحمد لله الله يعرفهم الخير راه بكم إزمون محمد انا ولد الفنان الامازيغي إزمون احمد هو الوالد ديالي هاد الساعه نتوما كتشوفوه سمعتوا شنو قال قال لك الحمد لله رغم كل شيء رغم الظروف رغم الالام رغم كل شيء راه نتوما شفتوه ديما تيقول الحمد لله والشكر لله مآمن بالقدر ايوا كنتمنوا ان شاء الله تكون شي التفاته من الناس المسؤوله ومن صاحب الجلاله حتى ينقذوا لنا الوالد ديالنا الله يجازيكم بخير الله يرحم بها الوالدين هذه هي رسالتي وكنشكركم كاملين نتوما الدراري الصحافه الله يجازيكم بخير هادشي راه باين هادي راه هادشي كاع ما يحتاج رساله واحد الانسان اللي عطى 50 عام للفن لواحد البلاد راه ضروري خص راه هادشي راه واصل راه يعني راه كاين فيسبوك كاين في يوتيوب يعني راه بلا ما تحتاج تقول لي نقولوا لهم شي حاجه هما راه عندهم عينيهم وعارفين شنو كاين راه عارفين الفنان راه كيعيش واحد الحاله يرثى لها يعني راه منين غيجي حتى لا متير وقيله ولا كسره ما كاينش الا ما كان صوبو مؤخرا يعني هاد السيد هذا في المثل دابا مناش غيعيش مناش لا دغوا دي التور شحال كاع كتجي يلاه واحد شويه باش يعيش يا وال كنتمنوا ان شاء الله تكون واحد المسانده وواحد الدعم النفسي والطبي وكنشكروا بزاف الاطباء اللي وقفوا معاه من الدكتور بيزران الله يخلي ليه العز عنده والله يطول عمره كبر بابا ما خلى ما دار معاه الحمد لله انتم كتشوفوا بعينيكم هلا سويت هلا سويت عطاها ليه هل الناس وقفوا معاه حنا في المثل كما كانش هاد الدكتور بيزران فين غادي يمشي هاد بو هذا فين غيكون شكون هذا اللي غادي يتكلف به شكون نخليهم مسكين يتكرفص بطبيعه الحال الرئيس احمد بيزماون غني عن التعريف يعني هرم يعني كبير في هذا الجانب ديال الفن الامازيغي وبطبيعه الحال الجميع كيعرفوا وانايا بدوري كنت كنعرفوا ملي كنت في السن في الدراسه ديالي في الكوليج ولا في الليسي لان كان بين في البدايه ديال المشوار ديالو كان دائما كيكون في المنزل ديال الشرف فاش كان اللي كان هو لقاء ديال الجميع الروايس وكان معاه المرحوم الوالد ديالي وبطبيعة الحال الحالة الصحية ديالو يعني تدهورات كتير ودابا الحمد لله دابا يعني في واحد 3 ايام هادي دابا باش هو دخل لهنايا وخضع واحد العملية في الصدر ديالو وهاد العملية بطبيعة الحال قاموا بها الأخصائيين في هاد الميدان ديال الصدر بطبيعة الحال وتخوات ليه تخوى ليه داك الماء ديالو تخدات واحد العينه في هذاك الورم اللي عنده تماك وبطبيعه الحال غادي نشوفوا بعد التحاليل اللي غادي تداروا هنايا في اكادير وحدين اخرين اللي غادي يمشيوا لبرا باش نتاكدوا من التشخيص ديال الحاله ديالو الصحيه الان الحمد لله استقرت الحاله ديالو كما لاحظتوا